لأنه أنت لما تتعرض لصدمة تتساءل عن كل شيء. كثير من الأشخاص لما ينصدمون ليش يتخذون قرار الانتحار؟ لأنهم فقدوا الإيمان بالله، لأنهم فقد كانوا يؤمنون بشيء وحسوا أنه معلومتي كانت غلط، فهمي كان غلط، فيفقدون إيمانهم. فكثير من الأشخاص لما يمرون بصدمات مو بس جسدهم يؤلمهم، مو بس مشاعرهم، حتى أفكارهم تتلخبط، أفكارهم تنضرب، إيمانهم بالله يتلخبط، شعورهم تجاه الله يتلخبط، يبدون يتساءلون من هو الله؟ ليش يا الله صار لي كذا؟ هل من العدل يا الله أنه يصير لي كذا؟ طب ليش أنا يا الله؟ ليش أنا؟ بعضهم يظل غاضب على الله، ليش؟ ليش يا الله أنا يصير لي هذا الشيء؟ هذه كلها من أسباب الصدمة، بسبب اللخبطة المشاعرية. الدفتر كان مرتب أو الكتاب كان مرتب، كان يعرف أنه الله هو القادر. لذلك شيء مفاجئ ومؤلم جدا في نفس الوقت، مثلا لما نلقى شخص يعني يكتب تعليق لشخص مصدوم، الشخص المصدوم مريض، شخص مصدوم مريض، يعني يجي شخص يقول أي أنت لو تؤمن بالله، لو تؤمن بالله كان عديت الصدمة. يا أخي يعني هذا هو وقت الكلام، هذا هو وقت الكلام. يعني إنسان عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ يعني إنسان يعني على وشك يرمي نفسه يتخلص من هذه الحياة، فقد الإيمان بكل شيء. هذا وقت لو أنت تؤمن بالله يعني ما سويت هذا الشيء. هو لو الموضوع يشتغل كان اشتغل من زمان، لكن مو هذا هو الوقت. يعني إذا أنت تعتقد أنك أنت مؤمن وعندك 5 نجوم والله راضي عليك وبيدخلك الفردوس الأعلى من الجنة، يا أخي ما عندك رحمة بالمؤمنين، يا أخي ما عندك إحساس، يا أخي ما عندك دم، يا أخي هذول المؤمنين، هذول هم عيال الله. يعني ما عندنا دم ولا إحساس إن إحنا حتى شلون نقدم النصيحة، وشلون نساعد هذول المساكين المحتاجين. كيف واحدة قاعدة تنصح تقول اللي يؤمن بالله يعدي كل المصائب، واللي ما أدري كل الأشخاص اللي قاعدين يتابعون عندهم مصائب عندهم مشكلة، إيش قصدكم؟ يعني إحنا مش مؤمنين، يعني أنتم تروحون الجنة وإحنا بنروح النار؟ ليش دائماً إحنا معنا صوت إيه أنت مش مؤمن، إيه أنت ليش إيش هالدين هذا اللي أنت تؤمن فيه اللي يعطيك هذا الصوت أصلاً؟ ليش شخص محتاج لنا، محتاج لدعمنا، محتاج إن نقول الله يحبك، عجزان تقول الله يحبك؟ إيش هالدناءة؟ إيش هالإيمان اللي ما يسوى ولا شيء انك ما تقدر تقول شخص الله يحبك. ساعد، خليك محضر خير. يعني في أسوأ حالات الانسان مو محتاج تقول يا اخي انت ايمانك مشكوك فيه، لو كنت مؤمن يعني كان شوي ما تورطت وكان شوي ما قررت الانتحار. لا والله يعني يا قل خير يا اصمت في مثل هذا الموقف، يا يعني انك تشجع الانسان انه هو يؤمن اكثر، انه هو يتقرب الى الله اكثر، انه الله معك، الله يحبك، كله موجودين، في شيء اكبر منك يقدر يساعد، في شيء اقوى منك يقدر يساعد. اما انه انت لو كنت مؤمن كان ما تورط خيرك. خوش والله. فبالتالي انا اعرف انه الاشخاص المصدومين من اعظم الصدمات اللي تمر عليهم صدمه علاقتهم مع الله. لذلك لابد ان احنا لما نتكلم مع شخص مصدوم او نتحدث مع شخص مصدوم ما نتحدث بصيغه انه احنا قاعدين نقايض الموضوع او قاعدين نقاتل الموضوع. انت مو الله اصلا، انت مو الله عشان تتكلم بهذه الطريقه، والله ارحم بخلقه من انه يعني يتكلم معهم بهذه الطريقه او يحادثهم بهذه الطريقه. لذلك اذا انت منزوع الرحمه، منزوع الانسانيه، منزوع الاحساس، منزوع الدم، ما أستطيع أن أفهم لما يكون الشخص مكسور ومحتاج إلى الله كيف إحنا نعلمه أنه أنت أصلاً بعيد عن الله، الموضوع كله ما يصلح لك، يعني أنت تكمل الناقص، يعني أوكي خلاص رح أنت مش مؤمن وخلاص، وأنت فشلت في الاختبار، وأنت خسران، وأنت ما عاد ينفع معك شيء. إيش يا جماعة؟ أظن كثير من الأشخاص هم عندهم كلمة الله يلصقونها في أي مكان، حتى في المكان الغلط، وهذا قلة احترام وذوق مع الله، قلة احترام وذوق مع الله. إنك أنت تجيب اسم الله وتلصقه بأي طريقة، بس إن أنت 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 إن أنت يعني مؤمن وأنت فاهم وأنت 5 نجوم، لا أنت مو 5 نجوم، أنت ما أعرف إذا عندك نجمة ولا عندك نجمة أصلاً. يعني في مثل هذه اللحظة يتجلى المؤمنون، في مثل هذه اللحظة يتجلى الصادق بإيمانه. في مثل هذه اللحظة يتجلى الشخص اللي يريد أن يقرب الناس من الله، والشخص اللي يريد أن يبعد الناس.